الساعة 2 نطلع الساعة 6. انت انسجنت ليه؟ ما ادري. فقرة ما نجحنا فيها طلع سجلنا انا وعبد الله. كان عقاب. انت عبد الله لو كنت انا سجلت فاتك والله حلقة حلوة. اللي حصل كنت مسافر والله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اللي حصل انه يجينا مناحي هنا قال يلا طلعوا صلوا. على اساس انه خلاص باقي نص ساعة. صلينا وخلصنا اللي هو عند الباب هو واحد من الإدارة. قال يلا صليت ورجع السجن. طيب ليه؟ انا اقول لك عشان كذا لا تلومني في الناحيه. طب حقه يا مش حقه ايش دخله بتطلع ستة لابد دخله. على فكره الفجر صلاه الفجر 4 و4 وربع يمكن صح. طيب من 4 ل 6 انت عايز تفضل ساعتين برا السجن يعني طيب ممكن اقول لك حاجه؟ قول لي حاجه. لا انا اقول امشي احسن يا جماعه. لا 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 والله. طب خليني اقول لك احنا في ترند كام يمكن لان احنا عندنا بس ساعه وطبعا احنا قاعدين بنتكلم مع بعض وده مش في صالحك. هو طبعا انا عايز اتكلم معاك ونفتح مواضيع ونسولف بس الاساس ايش عشان تطلع من هنا مش هتلاقي حد تتكلم معاه صدقني. يا شباب المنشور البوست في تويتر نزلته حق التصويت حق السجن عفوا احب ابشرك واقول لك انت ما لقيته. طيب خلاص ما فيش مشكله انا عندي خبر حلو قوي. الله بتفرح. إيه تفرح إيه مره. ايه هو المباراه تاجلت؟ لا 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 تفرح جدا. انت مش في الترند. انا عارف. انا مش مستغرب. لا بس في حاجه كاريزما 42 نازل فيها الى الان 5000 منشور. الله.